السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أهلا وسهلا بكم أيها الأحبة. جميل أن نعيش في الحياة صفحة بيضاء ناصعة، ولهذا الله سبحانه وتعالى عندما خلقنا وأوجدنا في هذه الحياة خلقنا نقي السريرة طاهري الأيادي. جميل أن نعيش على هذه، كل مولود يولد على الفطرة، نحن ولدنا على هذه الفطرة الجميلة الطيبة الناصعة، وجميل أن نعيش بها في حياتنا في تعاملنا، أن نكون نزهاء في الحياة، أيدينا غير متلطخة حتى نرى الله سبحانه وتعالى، لم ننل من أحد ولم نظلم أحد ولم نغتصب مال أحد، أن نتقن في أعمالنا، أن ننجز في أعمالنا، هكذا نذهب. ولا تقل أن هذا شيء قليل أخذته من غيري، تلك هي النزاهة. أحد الصحابة اسمه مدعم شارك في إحدى المعارك وقتل، فقالوا يا رسول الله إن فلان قتل شهيدا، قال النبي صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده إن الشمل التي شلها من خيبر لم تصبها المقاسم تشتعل به نارا يوم القيامة.